صفحات مشرقة، صفحات مشرقة من حياة السلف، من حياة السلف. ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليالي الباردة ومزاحمة العلماء في المكر، بكى على اللذة التي كان يشعر بها في عبادة الله. كنت حريصا على الخير ستكتب لك كل الحسنات التي كنت تعملها في صحتك ونشاطك. فانتبه، فانتبه، فانتبه. قبض الله روحه وهو يصلي، ما أعظمها من همم ومن مواقف. انظر يا أخي، اليوم في صلاتنا ترى العجب، هذا يهش الذباب وهذا يهش الهواء وهذا يصلح ثوبه وهذا عمامته وهذا يعبث وهذا بساعته وهذا بجواله، نسأل الله العافية. صارت صلاتنا مظاهر لا روح فيها. محاضرة للشيخ الفاضل أحمد بن شملان حفظه الله، كانت بتاريخ 18 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله يقول في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاختص أهل الإيمان بالانتفاع، وهذا من جملة الأدلة على صفاء قلوبهم وزيادة إيمانهم، فإن من ينفعه الله عز وجل بما يسمع من الذكرى إنما هو دليل على زيادة إيمانه وقوة دينه. وأعظم مثال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأين رسول الله من عبد الله، أين عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. تأمل أخي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أن أسمعه من غيري. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. الله أكبر. نبي الهدى، حامل القرآن،
الوسط بين الله وخلقه في وحيه، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، المعصوم عليه الصلاة والسلام يتأثر بمواعظ الله، بل هو حقيق بذلك، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. ولما دخل عليه بلال يؤذنه لصلاة الفجر وجده يبكي حتى بل التراب أو بل لحيته، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. لا تستهن يا مسلم بما توعظ به، فما أحوجنا إلى أن نقرأ في صفحات الصالحين المشرقة. وأذكر في هذه الليلة بعضها من المواقف المؤثرة التي أثرت في قلوب أصحابها وأثرت في الأجيال بعدهم، وأورثتنا علما عظيما، بل إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب وصلاحا لمن أراد أن يصلح الله قلبه. كيف كان لب عبادتهم وحقيقة استقامتهم؟ لم تكن تلك الاستقامة جوفاء، ولم تكن خاوية من روح الخشوع والخضوع والذل والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفحة المشرقة من حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعلنا نعرف قدر أنفسنا وقدر علمنا وقدر عبادتنا وقدر تشبعنا بما لم نعطه. هذه حياة محمد عليه الصلاة والسلام، حياة الخوف والوجل من الله، حياة الراجي عفو الله والطامع في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالأمة عليه الصلاة والسلام يحب القرآن وسماعه ممن هو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، لنعلم جميعا أنه مهما قرأنا ومهما حفظنا فإننا بحاجة إلى أن نتأثر بمواقفه وأن نسلك طريقه. وهذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضرب أروع الأمثلة في صدق إيمانه وشدة إخلاصه
وحرصه على عبودية ربه جل وعلا. بكر الصديق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما إلى الصدقة. قال عمر: فقلت اليوم لا يسبقني أحد، فذهبت وأتيت بنصف مالي فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجاء أبو بكر وأتى بماله كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولا لعمر: ما أبقيت؟ قال: أبقيت لأهلي نصف مال. فقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. هكذا عباد الله. ومن مواقفه العظيمة وصفحاته المشرقة أنه رضي الله عنه أعطي أرضا بخيبر، أو أعطي أرضا وأعطي ربيعة الأسلمي أرضا. قال ربيعة: فاختلفنا في جذع نخلة، أنا وأبو بكر الصديق، فقلت: هي في أرضي؟ وقال: هي في أرضي. فقال لي كلمة كرهتها وندم، ندم عليها أبو بكر: إن إيمان العبد لا يجعله يتمادى في خطئه ولا يستمر في مخالفته، إنه يرده سريعا، وبقدر إيمانك يكون رجوعك، وبقدر إيمانك تكون توبتك، وبقدر إيمانك يا عبد الله يكون صلاحك. ندم في الله في ساعته. فقال لي: قل لي مثلها حتى يكون القصاص، أي خذ حقك اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، خذ حقك اليوم والآن، ليس بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، كما نفعل في أحوالنا وفي تمادينا وطغياننا. أحدنا لا يرضى أن يعود إلى الحق وهو يعلم أنه في الباطل. قال: فأبيت. فقال: والله لتقولن لي مثله، يقسم عليه أن يقتص. قال: قلت: والله لا أقول لك مثله. قال: لتقولن أو لأستعن عليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون مكانة الصديق عند رسول الله. قال: فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعته أتلوه، فتبعني رجال من أسلم، أي من قبيلته، فقالوا: كيف يستعدي عليك رسول الله وقد قال لك ما قال؟ فقلت لهم: إياكم، أتدرون من هذا؟ هم يعلمون من هو، يذكرهم من هو حتى لا يزيد الشيطان ولا يزايد ولا يغطي المحاسن. أتدرون من هذا؟ إن هذا شيبة المسلمين.
أول من أسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. أتدرون من هذا؟ إن هذا شيبة المسلمين، إياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعه. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله: ما لك وللصديق يا ربيعه؟ قال: يا رسول الله، قال لي كلمة كرهتها وندم، فأقسم علي أن أقول مثلها ليكون القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لا تقل له مثلها، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر يبكي الله عنه. أين صفاء القلوب؟ أين استفادتنا من مواقف هؤلاء الذين صفى تاريخهم وحسنت أعمالهم وشهد لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، بعد أن أخبره أنه بلغه أنه يصوم الدهر، أي يصوم الأيام كلها، فقال له: بلغني أنك تصوم الدهر. قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يومين وأفطر، صم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما ولا أفضل من ذلك. فهو صيام نبي الله داود عليه السلام. فمضى عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي، يقوم الليل ويقرأ القرآن في كل 3 أيام، حتى كبر سنه ورق عظمه وحصل العجز، فجعل يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يفطر أسبوعا ويصوم أسبوعا، حتى إنه كان يقول: لا أريد أن أموت وقد فارقت ما وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستفادة من الحياة، هذه الاستفادة من الحياة، وهذه الصفحات المشرقة البيضاء لمن يريد الله والدار الآخرة. أنس بن النضر تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه على فوات ذلك المشهد العظيم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. قال: يا رسول الله، لئن الله أشهدني مشهدا معك ليرين الله ما أصنع. فمضى. جاءت غزوة أحد، ولما انكشف المسلمون وحصل ما حصل، جاء أنس بن النضر فرآه سعد فقال: إلى أين أنس؟ قال: دعني إني لأجد ريح الجنة دون أحد،
ورب الكعبة. فانطلق قال: ما دريت ما صنع. فقاتل حتى قتل. قال أنس بن مالك: فرأينا فيه 84 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، ولم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه أنه أنس بن مالك. قال: فكنا نقول أو نظن أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الذين أرادوا الله الدار الآخرة. خالط الإيمان قلوبهم ولم يجدوا للحياة طعما بغير طاعة الله، لقد تلذذوا بالموت ألذ من الحياة. عمير بن الحمام كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، وكان معه تميرات في طرف ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة. ما كان يخاطبهم إلا بالجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخل بخل، أي أستحسن أستحسن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ما حملك على هذا، على قولك بخل بخل؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت من أهلها. الله أكبر، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لقد جاءت شهادة الله ليشهد بها رسول الله لهذا الصحابي المتفادي في خدمة الإسلام. قال: فبقيت آكل، فقلت: والله إن بقيت آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. طالت حياته، طالت به الحياة، لأنه يتذوق حاوة الشهادة. فرمى بالتمرات وقاتل حتى قتل. ما أجملها من صفحات، ما أنصعها من مواقف تعلو بها الهمم وتجلو بها الغمم ويعظم بها الأجر ويحصل بها القدوة، تشعر أنت تتحدث بهذه الأخبار بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وما بلغ في قلوبهم من المبالغ العظيمة وما تعمق في نفوسهم من العمق الكبير. حياة طويلة أن يأكل ثميرات. إي والله، للقاء الله أحب، وما عند الله أعظم. وهذا ربيعة الأسلمي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذات ليلة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ للزهد، ألك حاجة؟ وفي رواية: سلني يا ربيعة. ما فكر، أو قال: سأفكر إلى الغد، أو سأنظر ماذا أحتاج مباشرة.
دخلوا في الإسلام ليرضوا رب العالمين وليأخذوا الأجر من الله. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون رفيقك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ هل لك طلب آخر؟ أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، هذا الذي لا غيره. معنى كلام: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. الصلاة وسؤال الله أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم القرب ومن أعظم الأمور. استفادوا من المجالس، استفادوا من العلم الذي تعلموا، استفادوا من المواعظ التي سمعوا، استفادوا منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الصحابة عكاشة ابن محصن قام فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك يا عكاشة. وفي الصحيح أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو المرض، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يشفيني. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. فقالت: إذن أصبر ولي الجنة. وهذا الحديث غير حديث المرأة السوداء، ومثله حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: يا رسول الله، بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت صفحاتهم بيضاء نقية، يبحثون عن الخير، يبحثون عن الآخرة، لا يشغلون أنفسهم بالدنيا، لأن الانشغال بالدنيا خسارة للآخرة. جاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: قد تعبنا، فلنأتي رسول الله فلنطلب منه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأنهار، تعبنا من سقي الماء. فجاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: أبشروا يا معشر الأنصار، قبل أن يتكلموا: أبشروا يا معشر الأنصار، إنكم لن تسألوني اليوم شيء، لن تسألوني اليوم شيئا إلا دعوت الله أن يعطيكم.
فرجع بعضهم إلى بعض فقالوا فرصة، سلوا رسول الله أحسن من هذا، نصبر على الماء، نصبر، سلوا رسول الله أعظم من هذا، اليوم عرض عظيم، سلوا رسول الله أن يغفر لكم، أن يدعو الله أن يغفر لكم. انظر على مطلب عظيم، إنهم لا يعبرون في هذه الحياة إلا عبورا. فقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغفر لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فرجعوا فرحين مستبشرين بهذا الأمر العظيم، مطمئنين لما دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. من المواقف المشرقة التي سطرها الصحابة لأجيالهم في حب الدين والتفاني في خدمته والسعي الحديث في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يريدون من الدنيا قليلا ولا كثيرا. أن الصحابة في حنين يوم أن وزعت الغنائم بالمئات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل ويعطي الرجل 1000 من الشاة. فبينما هم كذلك وقع بعض الكلام من بعض الأنصار، قالوا أيعطي رسول الله صناديد قريش ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر فجمعه، قال اجمعوا لي الأنصار. فجمعوا الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا يا رسول الله الذي قد بلغ. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي، ثم قال أجيبوا. وذكرهم بما قاموا به من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، ثم قال لهم مقولته العظيمة التي أبكت الأنصار، قال أتحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبكى الأنصار وقالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مواقف عظيمة تدل على قوة الإيمان وعلى عظمة النفوس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وليس هذا فقط في محضر الصحابة، بل كل من اعتنق الدين بحق فإنه يسطر للتاريخ صفحات مشرقة وللأجيال قدوة حسنة من البر والتفاني فيه والإحسان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام
الرجل من أفاضل من فضلاء التابعين بل أفضل التابعين، أويس ابن عامر القرني المرادي، قال عليه الصلاة والسلام: سيد التابعين أويس من مراد ثم من قرن، كانت له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. أويس ابن عامر لما سمع عمر هذا الخبر كانت تأتيه أمداد أهل اليمن الوفود المجاهدون، فكان كلما جاء وفد سألهم: أفيكم عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين، وما لك وأويس؟ أويس رجل ذو طمرين، رجل ذو طمرين، فقير مسكين ليس معه شيء. حتى جاء الوفد الذي فيهم أويس فقال: أفيكم أويس؟ فقالوا: ها هو ذاك. فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم فكنت بها بر؟ قال: نعم. وما حبست عن الخروج في الجهاد إلا من أجل أمي حتى ماتت. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال عمر: استغفر لي، استغفر لي. الله أكبر، عمر مبشر بالجنة يقول: استغفر لي. وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر له، فقال: إلى أين؟ قال: إلى الكوفة. قال: ألا أتاك إلى عاملها؟ قال: لا، دعني في غبراء الناس. ومضى أويس ولم يعلم أين ذهب. انظر يا عباد الله، ما هو عمل أويس؟ ما هو الذي شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعة أمه، بره بأمه، بره بأمه. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له ويقول: اطلبوا منه الاستغفار، اطلبوا منه الاستغفار. أخذ بعض العلماء أن طائع والديه والبار بوالديه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. مواقف عظيمة في العبادة والخوف. كان حذيفة رضي الله عنه ممن أسره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وأسماء آبائه، فكان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كلما مات منافق جاء حذيفة إلى عمر بن الخطاب، لأنهم قد نهوا عن الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فكان يأتي حذيفة ويسب عمر ويقول: هذا منهم يا أمير المؤمنين، لا تصلي عليه. كلما مات منافق قال: يا أمير المؤمنين، هذا منهم. يا سبحان الله، عمر المبشر بالجنة خاف على نفسه، خاف على نفسه. حذيفة كلما جاء شخص قال: هذا منهم. فقال ابن الخطاب رضي الله عنه: أسألك بالله يا حذيفة، هل أنا منهم؟ لا إله إلا الله. الفاروق يقول: أسألك بالله، هل أنا منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. هضم النفس، أخلاق الصالحين، انتبه، لا يعلم بحالك إلا الله، وإن تظاهرت بما تتظاهر به، وإن تظاهرت بالصلاح، تظاهرت
بالعبادة، فظهرت بالصيام، فظهرت بالأخلاق، اعلم أن القلوب لا ينظر إليها إلا الله. علم سبحانه وتعالى. هذا عمرو بن دينار الجمحي قال الذهبي عنه: كان يقطع الليل ثلاثة أثلاث، فيصلي ثلث الليل ويقرأ ويكتب الحديث ثلثا وينام ثلثا. مشغولون بالعبادة، مشغولون بالطاعة. لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل سيد العلماء بكى، الله أكبر، بكى معاذ، مات بالطاعون. وهل فزع من الطاعون؟ لا، بل كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس: اللهم إني أسألك نصيك في آل معاذ من الطاعون، لأنه شهادة، لأن الطاعون شهادة، من مات فيه فهو شهادة لهذه الأمة. فجاء الطاعون طعن، فكان يبكي وهو عند الموت. أنت الذي سألت الطاعون هل تبكي من المرض؟ قال: لا والله لا أبكي على دنياكم هذه لغرس الأشجار ولا على كري الأنهار، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليالي الباردة ومزاحمة العلماء في الركب. بكى على اللذة التي كان يشعر بها في عبادة الله. هذه الثمرة، هذا هو المال، هذا هو الكنز، هذا هو الخير الذي تعيشه. يرضى الله عنه. أما العضلات ستضعف، العظام ستهتش، النشاط سيقل، الظهر سينعطف، الشعر الأسود سيتحول إلى أبيض، الاندفاع والذهاب والسفر والقيام والقعود والأكل سينتهي، سيبدأ الإنسان بالضعف ولو بعد حين. ماذا سيبقى؟ ماذا سيبقى يا عبد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيم صحيحا. يعني شبيت على الصلاة ستسجل لك الصلاة وأنت على سريرك، كنت حريصا على الخير ستكتب لك كل الحسنات التي كنت تعملها في صحتك ونشاطك. فانتبه أن تكون من جنات السيئات. الأعمش لما حضره الموت بكى، لا بكت ابنته، ذكر هذا الذهبي في ترجمته، فقال: ما يبكيك يا بني، ما يبكيك يا بني، والله ما فاتت أبوك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 70 سنة، 70 سنة تحدثهم بهذا عند الموت من حسن الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. آدم بن أبي إياس الشيخ البخاري لما جاءه مرض الموت قرأ القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته وهو مسجى في مرض الموت في فراش الموت، قرأ القرآن كله، ثم رفع أصبعه بعد ختمه للقرآن وقال: أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات رضي الله عنه. كان أبو ثعلبة الخشني يتمنى أن يموت وهو يصلي، ويسأل الله أن يموت وهو يصلي، حرص على الخير، حرص على الخاتمة الحسنة، حرص على الأعمال الصالحة، هذه مواقفهم. فلما اشتد به المرض وخاف على نفسه الموت قال احملوني إلى المسجد. قالوا إنك معذور، أنت معذور، ليس عليك صلاة الجماعة ولا عليك الذهاب إلى المسجد، أنت في مرض شديد. قال احملوني إلى المسجد، فحملوه إلى المسجد، فقام يصلي، فبينما هو في التشهد قبض الله روحه وهو يصلي. ما أعظمها من همم ومن مواقف، مواقف عظيمة، مواقف الصلاح، ترجمة العلم الذي يحملونه إلى صفحات بيضاء في العمل، في المثابرة، في الجد، في الاجتهاد، في القرآن، في القرآن، في الصيام. عروة بن الزبير له موقفان عظيمان، أحدهما لقب به والآخر مات عليه. أما أحدهما الذي لقب به فهو أن عروة أصيبت رجله بالآكلة، فقرر الأطباء قطع رجله وبترها من الفخذ، فجاءوا به قالوا لا بد من بترها، لا يسري المرض إلى جسده، ونحتاج إلى أن نضع لك المنج تخديد. قال أذهب عقلي؟ قالوا نعم. قال لا، دعوني أصلي، دعوني أصلي. انظر يا أخي، اليوم في صلاتنا ترى العجب، هذا يهش الذباب وهذا يهش الهواء، وهذا يصلح ثوبه وهذا عمامته، هذا يعبث وهذا بساعته وهذا بجواله، نسأل الله العافية. صارت صلاتنا مظاهر لا روح فيها ولا خشوع. قال دعوني أصلي، فإذا رأيتموني دخلت في الصلاة مع ربي اقطعوها. فدخل في الصلاة، وكان إذا صلى يقبل على صلاتي حتى لا يدري ما حوله، فقطعوها. قال والله ما شعرت بها إلا بعد أن كسروا العظم، فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق جاءه الصريخ، كان له ولد يحبه شاب، رفسته الخيل فقتلته، فجاءوا إليه يعزوه في رجله وفي ولده في التنتين. بعد ما قام من وأفاق قالوا له أحسن الله عزاءك، ولله ما أخذ وله ما أعطى، قتلت ولدك الفرس. فقال الحمد لله، إن أخذ الله ولدي فقد أبقى لي غيره، وإن أخذ رجلي فقد أبقى لي غيرها. فسمي الصابر المحتسب. اقرأ التاريخ، في صفحة هذا الإمام المشرقة يقولون الصابر المحتسب، صبره عظيم. وكان ينظر إلى رجله ويقول الله يشهد أني ما مشيت بها إلى فاحشة قط، الله يشهد
أني ما مشيت بها إلى فاحشة قط. وكان يتمثل بأبيات الأول: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا دلني رأيي ولا بصري لها، ولا قادني عقلي إليها، ولا قادني قلبي إليها ولا عقلي. أعلم أني لم أصب بمصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الفعل لا يمشي إلى مثله مثلي. رحمه الله. الموقف الثاني أنه مات وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصوم يوم دخل الجنة، ومن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة دخل الجنة، ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، ومن خرج إلى المسجد متوضئا ليؤدي فريضة من فرائض الله فهو ضامن على الله إن مات أن يدخله الجنة، ومن دخل على أهل بيته بسلام أي فسلم فهو ضامن على الله إن مات أن يدخله الجنة. في حديث طويل. هكذا كانت حياتهم، حياة مع الله، يحرصون على الأعمال الصالحة ليلقوا الله عز وجل بها. يحيى ابن سعيد يقول: ما فاتني الزوال في المسجد 40 سنة. يعني تخيل، ما أذن المؤذن إلا هو داخل المسجد، ما أذن المؤذن إلا هو داخل المسجد. يقول سعيد بن المسيب: والله ما فاتتني، أو والله ما رأيت ظهرا قط 40 سنة. يعني في الصف الأول 40 سنة، 40 سنة، 40 يوم. نحن نتحدث بالأيام، ممكن لو سألنا بعضنا كم تركت تكبيرة الإحرام، كم حافظت على تكبيرة الإحرام، لقال كثير منا: ما أذكر أني حافظت عليها 5 صلوات في يوم مع الإمام. مع الإمام أعمالنا ضعيفة وذنوبنا كثيرة، وندعي العلم ونحن بعيدون عن العبادة، نتشبع بما لم نعطى، ويظهر للناس منا ما ليس فيه. فوا أسفا أن نكون ممن قال الله فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قد تستهزئ بذنب يكون سببا لدخولك النار يوم لا ينفع مال ولا بنون، تندم حيث لا ينفع الندم، تراجع من تراجع، ذهب الوقت. فما اعظمها من اعمال، ما اعظمها من مواقف تشحذ الهمم وتزيد الايمان وتبين لك أن القوم عملوا ليصلوا إلى الله، ونحن للأسف حالنا مزري. مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم رمضان، مسلم لا يطيع والديه، مسلم بعيد عن الأخلاق، يؤذي جيرانه، يقتل النفس المحرمة، يشرب الخمر، يرتكب الزنا، يغازل، يراسل، يمسي طوال الليل على ما حرم الله، ونريد الجنة. ثم نتبجح ويقول بعضنا: إن شاء الله نحن من أهل الجنة. جنة من؟ أي أنت تعقل؟ بل والله العجب، تراه يوم أن ترى الناس يلحقون الجنازة بعضهم ما يدخل المسجد ولا يصلي، ثم تراه حزينا ويقول: نسأل الله الجنة لنا ولعامة المسلمين. متى دخلت الإسلام وأنت لا تصلي؟ وما عرفتك عرفك الركوع والسجود؟ حيوة بن شريح، حيوة بن شريح كانت أمه
إذا جاءته وهو يدرس، أو جاءته مرة وهو يدرس وأمامه مئات الطلاب، فصاحت به من باب المسجد: يا حلوة، أما أطعمت الدجاج؟ تخيل هذا الموقف، يعني بعضنا ربما يستحي أن أمه تكلمه واحد وتلومه لماذا ما فعلت كذا، يستحي. أنا أطعم الدجاج؟ هذا العالم أمام مئات الطلاب في المسجد، جاءت أمه تصرخ من الباب: أما أطعمت الدجاج وقد أمرتك؟ فقام وذل له وقال: سمعا يا أماه، والله نسيه، وترك الدرس وخرج يطعم الدجاج طاعة لأمه، لأن طاعة الأم واجبة وإلقاء الدرس مستحب. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون معنى العلم. ما أعظمها، ما أعظمها من مواقف في جميع المجالات، في الحج، في الجهاد، في الصيام، في الصلاة، في الإحسان، في طاعة الوالدين، في إحسان الجيران، في عزل الحجر عن طريق الناس، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، في العلم والتأليف والتعليم. فاحرص يا أخي على الإخلاص، واحرص على عمل صالح تبقى عليه، واعلم أن العمر قصير، وأن الدنيا قليلة، وأن المشاغل كثيرة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله الله يا عباد الله، في قول الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. احرص يا عبد الله، ولنحرص جميعا على ما ينفعنا، على أن ندخر لذلك اليوم ذخيرة، ونعد له العدة، ونستعد ليوم لا يقبل فيه خل ولا حميم ولا شفيع. استعد، استعد ليوم السكرة، يوم يتخلى عنك الجميع، ولا يبقى إلا قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الأعمال الصالحة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.